السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين إلى جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي نقرأ فيها أهم العناوين الصادرة من الصحف العربية في هذا الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل. أنا طفل سوري حر قد شب في مهد الثورات، أنا طفل مسلوب ملامح قد سرقت مني الضحكات، وتوارت ألعابي تبكي بين حطام وبقايا أموات، والخوف قد بات رفيقي والجوع يفتك في جسدي، أتجرع منه الويلات، أنا طفل في ثوب رجال لا أخشى موطن في ذل بل أرقبه في عز وثبات، يا مسلم في كل بقاع انهض واحضني بالدعوات، تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب. أهلا بكم، والبداية من صحيفة القدس العربي، ونقرأ في صفحاتها عربي ودولي وفي أبرز ما عنونت. أظهر أمين عام حزب الله يقبل يدا إيرانية ويرد على اتصال هاتفي بالفارسية. لبنان، فيديو ساخر من نصر الله على قناة ام بي سي السعودية يشعل احتجاجات في بيروت والضاحية والبقاع. النظام يستمر في عملياته العسكرية في ريف اللاذقية بحجة ضرب النصرة، وناشطون الهدنة لم تطبق إلا ساعة واحدة فقط. خلافات البشمرجة والحشد الشعبي والجيش تؤخر نهاية الأسد الجريح في الموصل، وواشنطن في حاجة لمحاربة فروع تنظيم الدولة لأنها أخطر من التنظيم الأم في الرقة. وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ أبرز ما عنونت. 33 خرقا لوقف النار، والمعارضة تتجه لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة. هدنة سوريا تترنح، والسعودية مهتمون بالخطة بي الأمريكية. لجان محلية لتوثيق الخروقات ودارية تدخل عمليا ضمن الهدنة. الهدنة السورية صامدة رغم خروقات النظام، والمعارضة تعد لتوجيه شكوى للأمم المتحدة. استغل تطور تكنولوجيا الدعاية وثورة التواصل الاجتماعي وهيمنة الصورة على التفاعلات البشرية مهمة معقدة لإخراس بروباغندا داعش الإرهابية. وفي خبر منوع من الشرق الأوسط نقرأ: أوقفنا حركة المرور على طريق صلاح الدين السريع وسط القطاع، غزاويات يتحدين القيم السائدة بقيادة الدراجات الهوائية. وننتقل إلى صحيفة الحياة اللندنية ونقرأ منها العناوين التالية: السعودية تتشاور مع دول كبرى في شأن انتهاكات روسيا والنظام، والمعارضة تحذر من احتمال مقاطعة مفاوضات جنيف. الهدنة السورية هشة وخرق في بعض الجبهات. إضراب مفتوح وحملات تضامن معهم. المعلمون الفلسطينيون يصرون على إضرابهم والسلطة تطارد سائقين. محطة وقود في القاهرة توظف فتيات والشرط خبرة وموافقة الأهل. ودعونا ننتقل الآن إلى صحيفة النهار اللبنانية وفي صفحتها الأولى: هدنة سوريا صامدة بشكل عام، والجبير يتهم موسكو ودمشق بخرقها. أما في صفحاتها الداخلية نقرأ: سوريا في اليوم الثاني للهدنة وتبادل الاتهامات بخرقها، واشنطن تدعو إلى إعطاء الاتفاق فرصة على رغم العقبات. كلينتون ترمي ترامب بسهام الانتقاد بعد فوزها الكبير في كارولينا الجنوبية. 70,000 مهاجر علقوا في اليونان، وأثينا تأمل في وقف تدفقهم. وإلى صحيفة العرب اللندنية والتي نطالع منها العناوين التالية: أمال دولية معلقة على الهدنة الهشة لإرساء السلام في سوريا.
الائتلاف يطالب مجلس الأمن بالتصرف تجاه خروقات الحكومة السورية، ووصول المساعدات الإنسانية مرهون بتجاوب الأسد. الحكومة العراقية تعمد إلى صرف الأنظار عن إخفاقاتها المتلاحقة. الانقسامات تعصف بالتحالف الشيعي، وسبعون شخصا ضحايا تفجيران انتحاريان في بغداد. جدل حول خريطة طريق جديدة لتمرير حكومة الوفاق الليبية. المسار السياسي على أعتاب العودة إلى المربع الأول. باختصار، السويسريون يختارون التمسك بإنسانيتهم رغم إغراق أوروبا باللاجئين. رفض شعبي لمقترح حزب يميني بتشديد قواعد طرد المجرمين الأجانب. وبالانتقال إلى صحيفة الرأي الكويتية وفي صفحاتها عربي ودولي نقرأ العناوين التالية: الوحدات الكردية تصد هجوما لداعش على تل أبيض، وموسكو تستفسر من واشنطن عن قصف تركي للبلدة. هدنة سورية متماسكة لليوم الثاني رغم تبادل الاتهامات بانتهاكاتها. معسكر روحاني ضمن ما لا يقل عن ضعف عدد الأعضاء في البرلمان السابق. يلتقي رئيس الوزراء الياباني ورؤساء كبريات الشركات في طوكيو اليوم. السيسي: سقوط ليبيا سيكون قاعدة الانتشار للإرهاب في البلدان المجاورة وحتى أوروبا. وننتقل إلى صحيفة العرب القطرية وفيها: المعارضة ستلتزم بوقف القتال، وموسكو تقصف 6 بلدات في حلب. السعودية تتهم روسيا والنظام السوري بخرق الهدنة. مقتل ضابط شرطة في شمال سيناء. برلماني مصر بل برلماني مصري يضرب زميله بالحذاء لاستقباله سفير إسرائيل. الآن ننتقل إلى موقع عربي 21 الإلكتروني، والذي نقرأ منه العناوين التالية: روسيا والأسد يستخدمان طائرات إسرائيلية بدون طيار. تقدم مستمر للجيش والمقاومة في صنعاء، واغتيال داعية سلفي بعدن. عكاشة: نتنياهو رتب لقاء بين السيسي وأوباما للاعتراف بالانقلاب. وننتقل الآن إلى صحيفة زمان الوصل الإلكترونية ونطالع منها: زيارة مؤجلة لمفتي الأسد إلى وارسو، ونظامه يضرب عدة عصافير بحجر واحدة. اعتقال جزائري للاشتباه في اتصاله بالمخطط لهجمات باريس. أكد وجود خطة بديلة. الجبير يخير الأسد بين الرحيل السلمي أو العسكري. إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، قدمنا لكم عرضا لأهم العناوين الصادرة من الصحف العربية. ندعوكم الآن مع فقرة الكاريكاتير، ودمتم بأمان الله. We'll be right back.